تقاسمت الفنانة المغربية سكينة درابيل مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام فيديو مؤثر لها رفقة نجلها. وظهرت درابيل في مقطع الفيديو وهي تعانق ابنها الوحيد وتقبله، وأرفقته بتعليق قائلة: ابني ونور عيني، الله يفرحكم بوليداتكم يا رب، واللي مازال الله يرزق الذرية الصالحة. ولقي فيديو سكينة درابيل مع نجلها تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وصديقاتها، حيث علقت لبنى شوكولات: الله يحفظ ليك يا ربي وتشوفيه كيف ما بغيتي،